بدر الحمراني نكرة عندنا كما يقول بعض أئمة السلف لا يصوى بصلة عنده، فإن هذا الرجل يجب أن يحذر ويجب أن يحذر منه، بل يجب أن يهان، ولا كرامة له ولا نعمة. وأقول لهم اعطوا القوس لداريها، فإننا قادمون إلى بلادنا بإذن الله، والله لن نسكت على أمثال هؤلاء، وإن الحرب قائمة بيننا وبينهم، فليستعدوا ولنستعد، والساحة بيننا والأيام حبلى. وأحزن حيث يدميهم صراع، أغادركم ولي أم تلى الظال، فقدي وابنة وأب مراع، وأرملة علي تكاد تلوي، وجيران وأحباب.